لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. ومن وقت حسيت انه في شيء مشترك بيني وبينه، بس هلا ما بعرف شو هو. دخيل الرومانس هلا بدك تقنعيني انه هي كل القصة؟ ان شاء الله عمرك ما اقتنعتي. اي ما بدي اقتنع عن جد، قصة اغرب من الخيال. هاتي لشوف، احكي لنا قصتك الواقعية. طبعا واقعية، لا لابسني جني مثل حب يزن لإلك، ولا قصة حب رومانسية وعذرية مثل هالعينتين. يعني انت لحقتي الشاب؟ طبعاً لحقته بالحق أبوه، أكيد بدي أمن مستقبل. درست أخلاقه وجبت سلسة فيه حيلته، وبعدين علقته. يخرب بيته جنني، ما عم يرضى يجيب لا عمته ولا خالته، لك يجيب اي حدا يقربه، ما عندي مشكلة. يا مسكينة يا جيجي، والله كنت مفكرتك اقوى من هيك. هلا شو بدكم فيني؟ عبورة هاتي قولي لنا كيف تعرفتي على عن جد على مين؟ على حد علمي ما في حدا. خلصونا بقى، خلصونا، تضربوا انتو وجواسكن واللي بده يصير وجواسكن. نزعتونا السهرة، طيرتوها كلها على بلا طعمي. وليش تضايقتي؟ صحيح نسيت انه عندك فراغ عاطفي. دخيل التخمة العاطفية اللي عايشتيها. انا ياسو بدي نام. شو بنا عبورة عم نمزح معي؟ عبورة من كل عقلك بكير؟ لا مو بكير، اساسا انا بهذا الوقت بكون نايمة بسابع نومي. بعدولي. والله كأنه زعلك. ضروري انتي تحكي وتسألي، ياك العين تطرقك ان شاء الله. هي حساسة كتير، هي حساسة كتير، ما كان لازم تفتحي السيرة معه. بقى شو غريزة زعتين براءنا. Thank you.
يعيشوني يا حليم. أهلين سلام. كيفك دكتور؟ ماشي الحال. مثل ما أنا شايف جاي عم شقشق على الرزق المسروق. إيه مثل ما بيقولوا يا دكتور، مال الداشر بيعلم العالم السلام. مالنا مش داشر يا سلام، بس هذا الابن الحرام عيب الواحد يحكي عيب. ماشي على كل منيح اللي لقيتها. قل لي جاي لحتى اعرف شو الموال اللي براسك اللي ناوي تغني. اول موال يا سلام امان امان. خلينا نفكر اول شغله، قديش بتكلفنا إعادة الأعمار؟ مقهور يا سلام، مقهور من قلبي من جوع. موالك حزين يا دكتور، والله حزين. لازم نباشر يا سلام، بس بدون التغاضي عن الفاعل. أكيد يا دكتور. دكتور يعني لسه ما بدي خجل، ببقى أنا مثل أخوك. إذا عاوز مصاري تكرم عينك. لا 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 سلام، أنا جاييني مصاري، أنت إذا محتاج بتمنى تقل لي وما تخجل. كتر خيرك. هلا شو مشان ابو يزن؟ هاد نقر راسي وهو بيقول لي انه ايمت انتو بدك تعقدوا هالقمه هاي؟ اذا كان على القمه نعقدها فيش مشكله. هلا الصراحه يعني انا قلت له ايمت، ومشان هيك كنت حابب اجي لحتى اخبرك. سلام بس اللين ممنوع. ها اللين ممنوع، شوف وين صرنا. اكيد اكيد يا دكتور اكيد. معناتها أني برأيي الدق لأنسام لنشوف شو تحت لسانه. يلا فورا. يلا رح ألبس وأطلع. هي إذا ما عندك مشكلة يا. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. ليكون الوقت ما بيناسبك يا مدام. لا مو هيك أبدا. معناتها مكان الاجتماع ممكن مو عاجبك. كمان مو هيك. فهمت عليك، أنت بجوز زعلتي لأنه ما استشرناكي. لك ماني زعلانة، بس عم فكر انه بلكي هذا الزلمة بده يبيعنا سمك بالماي. طيب منروح ونحن منشوف. يلا خاطري. مع السلامة. العمى زعلانة. العمى بدي يزعلني غصبا عني. وانتي حاجة بدي صار اعطيني ماما. دبدوبه انا بورجيكم. الو كيف بنتي هبة؟ وانت كيفك؟ زفت. اوف ليه؟ هيك مو منيحة هيك. اسمع اعطيني هلا سلم عليها. ها بدك بنتك تسلم عليها؟ ولا بدك تسحب منها معلومات؟ والله اذا هي بتعطيني معلومات لحالها انا شو دخلني؟ قلت لي لحالها انه هي بتعطيك معلومات. هلا مو بيقولوا كل الفتاة بأبيها معجبة؟ فبنتي بتحبني. اعطيني اياها. اخذها وحل عني انت التاني، ماني ناقصتك. خي ماما السيد الوالد بده اياكي. ما بدي فكرته بابا. ماما تقبرني هو السيد الوالد هو بابا. فذر يعني فذر، احكي مع الفذر. خي الو بابا كيفك؟ جيجي جيجي اميرة النائمة. لك جيجي شوفي قومي مرايتك السهرية عم تدق لك عليها المعلمة تبعي. معلمة؟ الو جيجي وينك انتي؟ بالسوق. بضربك اذا كنتي نايمة كذابة. نايمة؟ ليكي هلا خلصيني تعالي لعندي، خدي هبة لعند ابوها مشان عندي اجتماع ضروري. اجتماع من صباحية الله؟ شي ما بخصك، انتي تعالي وخلصيني بقى. طيب طيب حاضر مدام. صباح الخير. صباح النور. انا مضطر اروح. كلياتنا هلا بدنا نروح. لو انكم تروحوا خلص بنرجع المساء. شو شو بكي؟ شو هالحاله هي؟ يلا بخاطركم. شو هيك رايحه بالبيجاما؟ جننت. ايه كل الحق على انسان. يلا انا كمان رح بدل. خديني معك. امشي. تعالوا ما اخلصكم كلكم رايحين كنتوا تتركوني لحالي. ماما حبيبتي اسحت قبلي للبابا شي هيك او هيك. لا ماما هيك. بعدين ماما شو قال لك ابوكي؟ قال لي بحبك كثير.
قال لك بحبك كثير. طب ماشي ماما تحفظي كل كلمه بقول لك اياها بتقولي لي اياها. ايه طيب ماما مشي معي وانت تحفظي هلا هيك مالي فاضيه. ليش لوين رايحه؟ رايحه اتخانق انا وعمو ابو يزن شوي وراجعه. تذكري شو قلت لك؟ يلا ركبت. ما بعرف شو بدي لك. الله يروح معك احسن شيء. شكرا. ما بعرف اذا مناسبه لك الله يفك اسره جوزك. لا والله مو مناسبه. احسن شيء الله يقدم لي فيه الخير ويسحب كل شر. يلا نسحب العنية. باي باي باي. ما هي انسان حق عليها بتضل مستعجله ومتت. ها هاي الصبايا اجت وقابيلي. اهلين عمي اهلين. شو وينك انت لك؟ كنا عند اروى. حرام تضل لحالها. اي نمنا عندها امبارح بس جيجي سبقتنا لانه اجاها الطلب. اي بسيطه. ما قلتي لي عمي شو صار انت وجمال؟ والله جمال منعزل لحاله. يعني حكيتي؟ ليش لحتى حاكي اذا بده هو بيحكي. يلا يلا على اذنكم. اهلا جمال. رح يستني سطل يبعث لك حمى. ايه خربتها وقعت على تلتها. لك انا مثلي مثلك يا زلمه بيتوتي من البيت للسجن من السجن للبيت بس. ايوه لكن ليش عم يصير معك هيك؟ لك يا اخي انا المشاكل بتضل لاحقتني الحوق عرفت. انا هون يومين ورح اطلع اخلاق سبيل بس مين بيضمن ما ترجع تصير معي مشكله تانية؟ ما حدا بيضمن. مزبوط لكن الواحد ما بيضمن حاله بنوب. ما بتضمن حالك يا سيدي لا من هون ولا من هون. هات حكينا خناقة تهمة مشكلة بترجع بتجي لهون. سبعة ثمانية معك حق معك حق. اسألني إلي يا سيدي. جاي لهون كتير صعب الحقيقة وخاصة زرقان واحد بريء ومظلوم. والله قلبي معك والله قلبي معك بس المشكلة مو مش جاية لهون. المشكلة بتطلع من هون. نعم يعني أنا قديش بيضل هون؟ يعني إذا ما انحلت مشكلتك بجوز تترحل قريبا. إيه شو عليه؟ بغض النظر خليني هون سنة أسبوع 10 سنين 23 ساعة ما بيفرق معي. المهم رح أطلع ورح أشوفه. أخي الله يبعدنا عن أولاد الحرام يا رب. آمين. والله والله رح أطلع ورح أجيبه. لك لو راح لآخر السماء رح أجيبه. عم تفهم؟ لك شبك شبك يا زلمة. ما هنن جابوا لك يا لهون وما طلع بيدك شيء. حاجتك باب. آسف شبك شبك ولك شبك. عم يلعب وشك لعب شبك. ما في شيء. عم فكر عم لك فكر فك. يلا عدت الرياجة عايز حالك على غدا. يلا أنا ما بدي أكل. مضرب عن الطعام. بحفظ هو مضرب عن الطعام. أنا مالي مضرب عن الطعام. جيب لي وجبته بدي أكل. لا يلعو قلبك أنت يلعو قلبك. جيب لي وجبته. شباك شباك ما في شيء. عم فكر خود سبح استلم زمام الأمور. هيك يا أروى هيك. لك أنا جوزك عمود بيتك. صار لي قديش مرقوع بالحبس ولهلا ما تذكرتيني ولا بذكرى حلوه وحده بس. لك اخي يا وجعي قال شو بدي اتذكر منك يا سفرجلي. عبد الله لك ايه فهمنا. وقت العالم تتعدى عليه بدك تحبسيهم. وقت هو يخرب بيوت الناس بدك يسقطوا حقه. لك حقهم هاد. أنا ما بفهم بهالحكي. بدك تطلع الصبي يعني بدك تطلعه. آخ لك ليش ما بيحط عقله براسه؟ لك شو ناقصه؟ ناقصه حنان. ولك هذا ناقصه عقل، ناقصه أدب، ناقصه أخلاق، ناقصه ذكاء، ولك ناقصه يحترم جيرانه وأهله ومرته. قال ناقصه حنان قال. على كل حال أنا اليوم عندي اجتماع مع الجماعة، رح شوف شو بيصير معي. تقبرني يا أبو يزن، خليك مرن معهم. أنا رح كون مرن وهنن رح يكونوا قاسيين. لك شو هالموقف اللي انحطيت فيه آخر عمري. يا
يا جماعة يا جماعة، لك والله ما رضي يجيب المحامي معي، لأنه إذا إلي خاطر عنكم رح نتفق إن جبت المحامي ولا ما جبته. وأنا كمان ما جبت المحامية تبعي لنفس السبب تقريباً. وأنا ما جبت المحامي تبعي مع إنه شاطر كثير وبيفري فري. هلا بلا محامي بلا مصلحة بالنسبة، أنت يا أبو ميزة احكي شو بدك تحكي. ابني مو حرامي. ابني كان مسهر عنده واحد رفيقه وما بيعرف إنه حرامي. مسهر حرامي عنده؟ للأسف إيه، وطلع صاحب سوابق وطلع من القصة مثل الشعرة من العجين. لك يا جماعة ابني شلون بيورط حاله هالكر بهيك قصة؟ ما بعرف. عدم المؤاخذة يا أبو يزن، ابنك مو جحش بس لئيم، وهالمرة فرط الدوزان تبعه وبان على حقيقته. إذا ما بدكن نحل الموضوع سلمياً أنا رح بيع الطابق وعوضكن عن الخسارة. ما شاء الله شو هالسلام. روضي لك شبكن فتوا ببعض. بالعقد في شرط بيسمح لي إنه بيع، بس بشرط خبركن قبل بشهر، وهي هلأ عم خبركن قبل بشهر. بتخلوا البيت يعني الطابق وبتاخدوا غراضكن والله معكم. غراضنا؟ غراض شو بدنا ناخدها؟ حبيبي ما ابنك ما خلى شيء بالطابق، خلفت كل شيء. الاغراض اللي رح جيب لكم اياها بس تكسبوا الدعوه بعد عمر طويل، ومحتمل ما تاخذوا شيء معكم من الاغراض، ومحتمل تروحوا قبل ما تاخذوا الاغراض، لانه قضيه البيع منفصله عن قضيه السرقه. هيك القانون، كل قضيه لحالها. ابو يزن ولو اسا خلصنا من الحل العسكري، بدنا الحل السلمي. ها الحل السلمي، رح شيل معكم جزء من الخساره ورح رجع الطابق مثل ما كان وأحسن، ورح صلح الأسانسير، ورح إدهان، ورح نزل ربع الأجار لمدة سنة، ورح أجيب لكم ناطور على حسابي. بالله، وبقية الخسائر مين بدي يعوضنا إياها؟ لك شبكون؟ ابني بريء؟ حدا منكم شافه وهو عم يسرق؟ لا. طيب حدا غيركم شافه عم يسرق وإجا خبركم؟ لا. لا لا يا أبو يزن، بس الجيران شافوا نسوان وزلم وش الصباح عم يقولوا عفش من البناية. ايه هيك كان مكتوب بالضبط. بالضبط هيك كان مكتوب بالضبط. إذن ابني بريء. أخي أنا اللي عندي قلته، والدور والباقي عليكم. حساب الطاولة واصل. السلام عليكم. عليك يا سلام. شو هلا إيه؟ شو رأيك؟ والله أنا بالنسبة إلي مضطرة وافق. أمري لله أنا راح وافق. وانت دكتور؟ شو يعني بدي اطلع لكم دقر؟ ام وافق؟ عماد شو يعني؟ مثل ما سمعتي، لك الزلمة رح ينفض لنا الطابق ويعملنا عقود طويلة الأمد ويخصم لنا بالأجار ويصلح لنا الأسانسورات ويجيب لنا نواطير. لك شو بدنا أحسن من هيك؟ بالعكس احمدي ربك يا مرا إنه انسرقت هالأغراض مشان يعوض لنا بالأحسن ونجني أحسن مكاسب. لك يا عماد شو رح تستفيد إذا الزلمة نفض شغلة لإله؟ لك نحن مين بده يعوض لنا الخسارة؟ الله بيعوضنا. والله جد؟ ايه جد، وإذا مو عاجبك طلعيني. يا حبيبي شبك؟ أنا عم بحكي من شانك. هو بديت للحقيقة؟ ايه. أنا لسه ما فكرت، يعني عم قلب القصة براسي، ما أخذت قرار. بدك فكر معك؟ يا ريت. لوين رايح؟ لجوا، رايح فكر جوا، وأنت فكري هون. مشان ما نشوش على بعضنا البعض البعض البعض. خير يا بنتي؟ أمو أنا آسفة على الإزعاج، بس جمال عم يفكر يشتغل بمحل تاني على إنه ما بده يكون عالي عليك. بس أماني لا تجيب سيرة لمخلوق مشان ما يقولوا عني فسفوسة. شو فسفوسة ما فسفوسة؟ ناقصني أنا؟ بعدين الشغلة على كيفه ليش؟ هي أنا عم بقلك مشان تكون بالصورة. ها خلص لك بنتي ولا يهمك، هي صرت أنا بالصورة. لا تنسى عمو، لا تقله. ماشي الله معك، مع السلامة. مرحبا. اهلين. وينه ابن عمي؟ جوا ابن عمك. مرحبا. وينك لهلا؟ شو ويني لهلا؟ مشوار انا وخطيبي. فوتي قدامي فوتي. خير ان شاء الله، شو في؟ خير؟ حديث طويل كثير، فوتي. يا عيني. ايه
وسلم عليك جدي وبعث لك هدول. الله يسلمك. ولأمين قرب جاي، بدها تكون جبت لها سيري لرحمي عن الموضوع. معقولة يا زلمي؟ هاي أسرار عائلية. عفاك، قلي قديش أمنت لي؟ هدول 350,000، فيهم 50 مني أنا بس ولو؟ هذا الموجود. العمارة على القصة، رح ينقصني شي 300,000-400,000 لسه. تأكلش هم ولو؟ تتدبر من دبرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص فيش إلا سلام خيي، بدي أقول لسلام. هذا أبو يزن شو صار معه؟ ما صار شي، يا هو رح يطلع من الحبس يا نحن رح نطلع من الطابق. منيح كثير، لأنه بي وصاني بس يطلع من الحبس كسره ورجعه على المستشفى. بدي زلغط لك والله، ونعم الآباء شيك؟ هيك. اسمعني إسا، فاي ترتاح جوا، بس يصير الغدا بتفوت بتناديني وتنامش بصباطك على الكنباي. لا بشلح. مش إسا، استنى لفوت تخنقني. اشلحوا ولا ما اشلحوش؟ إسا اشلحوا. وقانومي قبل الغدا. جيجي حبيبتي مشان الله لا تأخذيني، بس هيك يا ريتك تحملي حالك وتجي لعندي تعدي انت وهبة وتتسلي عنا وتسليها، لأنه عندي أنا مشوار ضروري ولازم روحه، وحياة عيونك رح أعطيكي مصاري وكل شي بحسابه، بس انت تعالي شو رأيك؟ مدام جيبي لها بيبي سيتر مو أحسن؟ لا بيبي سيتر وانت موجودة؟ عيب جيجي هالحكي عيب، يعني رح تيجي تقبريني تقبريني. يلا يا بنتي عجلي شوي. يلا عمو ها خلصت تفضل. يسلموا الايدين. الله يسلمك. خدي هدول خرجية مني إليك. والله يا عمو ما في داعي، رح حطهم هون. ها يسلموا ايديك. الله يسلمك يا رب. ما قلت لي عمو على شو نويتوا تتفقوا؟ بدنا نتفق من شان نطالع هالولد من القصة اللي ورطنا فيها. الله يغزيه. لك حدا بيرافع حرامية؟ إلك قل لي من ترافق أقول لك من أنت. الله يذكرك بالخير يا عمو سلام. يا جماعة هي الضيافة من عندي ومن عند أروى. يزن ما دخلوا فيها ابنه، تفضل. شكرا يا ابو يزن، ضيافتك مقبولة. ايه يا جماعة، شو صار معكم هون؟ إيه انا نيابة عن الدكتور عنوان بقدر اقول لك انه نحن موافقين. سلام. موافقين، بس في شروط. شروط؟ مثل شو؟ لك ايه مثل ما عم اقول لك، الظاهر رح يتفقوا. يعني رح نرجع على الشغل؟ ايه وكيف اتفقوا؟ عمو ابو يزن قال لي انه رح يتفاوض وهو رح يتكفل بكل شيء. ايوه والعده المسروقه شو بيعرفني؟ دبروا حالكم. بس عمو ابو يزن قال انه هو رح يتكفل بالطابق ورح يرجعوا 5 نجوم ورح يجيب لنا ناطور كمان. لا يا ابو يزن، في شغلات الله يرضى عليك انت ما بتعرفها ولا كنا نحن نعرفها لو ما صارت السرقه. شغلات مثل شو يعني؟ موضوع الصحيه والكهرباء والاسانسور وكاميرات مراقبه وانذار ضد الحريق. نحن متفقين على كل هدول غيره امروني. والناطور؟ لنخلص الترتيبات، انتو نقوا الشخص يلي بدكن اياه وانا جاهز منسكنه بالابو، وهيك منكون اتفقنا على كل شيء. لا طول بالك يا ابو يزن، لسه ما اتفقنا على شيء يا رجل. خيي لسه بلشناها. يا جماعه يا جماعه والله ما بدها كل هالقد. لا خيي، اذا بتريد ابو يزن بدها واكثر، لانه كل ساعه ولا ملايكتها. وشو بدكم كمان؟ خي سلام انت تفضل احكي، بس ارجوك ها بكل صلابي مثل ما اتفقنا، لا للين لا للين. خلصنا دكتور مثل ما اتفقنا. ليك ابو يزن، يعني نحن الصراحه ما رح نوقعك على شيكات مزوره ولا على سندات امانه بدون ارقام، بس مشان حق الاغراض اللي انسرقوا. شكرا، هذا من لطفكم. لانه بالاخر يا ابو يزن كل شي عم تشتغلوا بهالطابق هو إلك ولابنك، بس نحنا راحت أرزاقنا ولن تعود. هاتوا من الآخر شو بدكم؟ كلمتك يا أبو يزن. آه
ونحن يا ابو يزن منحترمك وشايلين لك قدر وقيمة، مشان هيك بدنا كلمتك لانه غالي علينا. كلمة شو يلي بدكن ياها؟ يعني بدك يا ابو يزن لا تؤاخذنا بهالكلمة، بدنا اياك تضمن لنا ابنك. ايوه يعني ما بدنا اياك تزعل يا ابو يزن، بس بعتقد هذا الشرط ضروري كثير. بقى قل لي، بتكفل ابنك وبتحطه على ضمانتك؟ لنطالعه ونبلش بنفض الطابة، وانا رح بلش نفض فيه. الله محييك يا ابو يزن. اخيرا طلعت براءة. من ناحية الطلعة طلعت، اما البراءة بكير عليها. ما فهمت. الايام الجاية رح تفهمك، استناني هون. شرف يا ابن البار يلي رفعت راسي للسما. لك قديش بدي افتخر فيك. قديش بدي احمد الله لاني جبتك. على كل حال صبرا جميل وبالله المستعان، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. امين امين. لك دمرت الدنيا، خربت ارزاق الناس. يا بابا انتبه لحالك، يعني والله ما بيصير هيك، لا سمح الله يفتق معك البروستات. نلع ولا نلع؟ حاضر، سلمي على الماما. ولا اوعك تتصل بامك او تجيب لها سيره، ها، لانه ما حدا رح يجلطها غيرك. حاضر حاضر. باين اللي رح يجلطها يا بابا. اسمع، نحن ما اسقطنا حدا كرمالك. أسقطنا كرمال هالمسكينة أمك والدرويش أبوك وهالمعطرة مرتك اللي عم تتعذب كل يوم ألف مرة من وراء عمايلك البشعة. ليك ولا عم تشبه حالك لأبوك ولك أبو يزن قمة الأخلاق والتربية، كله قدر وقيمة، بحياتك ما بتصير مثله. يلا انقلع ولا قليل الترباية، تضرب بهالموديل يا قليل الهيبة. ليك ولا والله والله لولا اللي ذكره الأستاذ سلام كنت أرجيتك شي ما بيرضيك. سلامتك، نورتي بيتك ومطرحك. الحمد لله على سلامتك، هذا أول شيء ومن قلبي طبعاً مشان ما تزعل. وتاني شيء؟ تاني شيء أنا ما رجعت من بيت أهلي، كرم أخلاق مني وعطف وشفقة عليك. أنا رجعت على بيتي، وإذا بدك تضل مثل ما كنت أنا رح أعمل حيط بيني وبينك، وساعتها بكون عايشة ببيتي، لا عندك ولا عند أهلي. بيتك؟ بيتي اللي نصه وحياتك، هيك أبوك قال لي. أروى شوفي، أنا ما توقعتك أني تأخذين بالأحضان، وما توقعتك الزلغتي بشوفتي، وما توقعت إطلاقاً
تعملي لي حفلة بس اللي ما توقعته وطلع غلط انك تكوني بهالأسوة. ما توقعتك بنوم تكوني بهال. لك حاجة تتوقع من شان الله، لأنه توقعاتك كلها خربان بيوت. أوكي أوكي نو بروبلم، تركينا من التوقعات وخلينا بالواقع. أنت ليش بدك تعملي حيطان بيناتنا؟ ها؟ شو يعني فرحت كثير بالقعدة لحالك؟ يمكن يمكن واحد هيك بس يقعد لحاله بيحب يتفرفد شوي. شو قصدك ولا؟ قصدي انه لا تخليني اجرحك مثل ما جرحتيني. فلو ما رح تجرحني مو هيك، ما عم تجرح ولك. اخ لوين رايحة؟ بدي اساوي لك غدا. كل مرة بتحاول تطلع مظلومة، علما هو العكس صحيح. ولك اخ يا وجعي علما. اشتقت لبيتي، قصدي نص بيتي. شو هادي يا أروى؟ شريط رأس؟ عم ترقصي بغيابي؟ ومع مين كنتي عم ترقصي؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.